بكثرة طيلة يعني تواجدنا يعني في هذه المسابقة، ونحن نحييها ونشكرها على الدعم المعنوي الذي تقدمه لمنتخبها، لأنها الجمهور واللاعبين كله يعني فريق واحد. بالنسبة للعملود مع الأسف أنه ربما سيتأخر يعني الظهور ديالو مع الفريق، على حسب أنه يحتاج لفترة أكثر يعني للاستشفاء، وبالتالي أظن ستكون هناك صعوبات كثيرة يعني في رجوعه ضمن الفريق. بالنسبة للسؤال الثاني، نحن يعني حضورنا لكل مقابلة من أجل يعني التعلم ومن أجل الاستفادة، وبالتالي فهو غير مسموح لنا يعني ككرة مغربية ولا حتى يعني للمنتخب السعودي على أننا نلعب مقابلة باردة يعني لإنجاح هذه البطولة. الاستفادة تقنيا وتكتيكيا وبدنيا ودينيا يجب علينا أن نلعب يعني مقابلة بانتباع جيد، بحضور جيد يعني بتكتيك يعني جيد وبتطبيق يعني جيد يعني 1000%، وبالتالي احنا حاضرين للبحث على تنقلات والاستفادة. الأول هو ليس الفوز يعني بخصوص وحنا تكلمنا عليه يمكن قبل في الدورة الأولى والثانية، ليس فقط الفوز ولكن لتقديم مؤشرات ديال الفوز لدوك لي زانديكاتور دو بيرفورمونس، لي زانديكاتور نقدموهم بشكل جيد سواء هجوميا أو دفاعيا، والنتيجة دائما ما تأتي من خلال هذه المؤشرات ديال النجاح أو ديال المردود يعني الطيب والجيد.